près légal, Morad. Les cas de les 6 points, surtout Shasta. Mais quand je les résultats des autres groupes, quand je les mecs, 6 points sur 6. Le fait d'Arflonf-Darsa, Alina, le parcours, il fallait le faire. Parce qu'ils étaient vraiment fatigués sur une saison canettes longue et longue, où ils ont été professionnels. Jorkbel, nous sommes l'objectif d'Yana, il y a 9 points sur 9. On connaît les premiers le classement et surtout le goal average. Avant le mois de septembre. Donc voilà, félicitations à eux et merci au public d'Agadir parce que en plus il y avait les examens. Mais entre le match de Diel Jumha ou Diel Lyon, Breton encore un goal chokran Diel Agadir les Dima qui joue et Chujouna. Voilà. Bien sûr, Tarek ou les Réitleb, les Kangoul. Et bien sûr, Hanar Ankounoum à Tarek. اللاعب اللي غيطلب غنديرو كلشي باش يهود يعاونو ابري سا فا ديبوند دي بوست باسكو المشكل اللي غيطرا اليوم في الكاريت عندنا اون تري بيل ايكيب بالحق في لا رياليتي كان بزاف ديال لي كلوب اللي ما كيبغوش يطلقوا اللاعبين ديالهم دونك اجوردي انا بوكو دو سوسي اك نو جوار باش يطلقوا لهم اون فوا كو يا دي جون جوار كي فون دي ترانسفير اي لي كلوب نورمال على نورمال كوم ايزون مي بوكو دو دارجون كيبغيش يخليهم يمشيو مي دابا ملي سالينا هادشي اون بوكو فواياجي اما انا اما طارق اما الجامعة حتى البريزيدون اون فا فير لو ماكسيموم باش لي كلوب يكولابوريو معنا واخا ما غاديش تكون سهل باسكو اون اوكان موان دو لي فورسي يطلقوا اللاعبين مي ولا ما طلقولناش اون اوسي دي جوار اللي لاعبين في البطولة ديالنا دي يو 23 كي اون دو تالون اون فا ايسي دو فير لا ميور ايكيب بوسيبل واللي غيدخلوا معنا خصهم يكونوا في مستوى باش نديروا دي بون جوز اولمبيك مي ليكيب بحال اللي قلت عندنا ان بلان ا ان بلان بي ان بلان سي و تال بلان دي باسكو تال الاخر ما نقدروش نعرفوا دونك باغ رابور ا لي بوست باغ اكزومبل لاشا دي رياض ما خلاوش يجي سا فيدير كو ديجا اون ان ديفونسور سنترال او موان دونك واش غنهزو ان دي بلو دو 23 ans وهذا ديال بلو 23 ans اسكو سون كلوب غيخليه C'est vraiment quelque chose de compliqué les Jeux Olympiques. On va essayer de trouver la meilleure solution. Mais je n'ai pas Tarek. Enfin, nous savons qu'à la dernière CAN U23, on avait réussi à Abdé, Diel Barcelone, Chadi, Kounana, Ala Kamzena, à les clubs. Mais Inch'Allah, Kounana, la meilleure équipe possible pour les Jeux Olympiques, Inch'Allah. Mais je suis dire, ou la Madir, on a dit que nous avons dit que nous avons dit قلت لكم خصنا شويه الوقت ومازال واخا اليوم ربحنا بستة كتعرفوني اما ما كنتش خايف ولا انكيي ملي كنا كنربحوا غير بواحد ولا جوج اما اليوم بستة ما غاديش نجي نقول صافي مازال عندنا الخدمه خصنا الوقت علاش بحال اللي قلت لكم ليكيليبر بين لي جون اللي جايين ولي زونسيان لا ترانزيسيون ماشي سهله surtout في شهر ستة وفي لو موا دو مارس مور لا كوب دافريك وكاع عندهم الشامبيونز ليغ il faut comprendre que l'équipe nationale c'est très compliqué avec la concurrence كتعاون بعدا مي كتشوف يوسف تخال جمعة ايوب تخال اون دي فورس فيف انا لا ريشيرش اللي عندي هي ليكيليبر ديال ليكيب سورتو كنبغي لي ميور جوار يكونوا انصوم ما بغيتش نساكريفي بور لو مومون واحد ولا جوج باش واحد يكون مرتاح ولا نقدر نلعبهم كاملين بحال اليوم عز الدين تخال زياج دخل تو الميليو باش نشوفوا واش افيك دو ميليو اوفونسيف افيك سفيان تاع مرابط كيعاون مع ليكسبيرونس ديالو وابراهيم فلا دروات شفنا ملي الياس بن سيير ا شاك ماتش اي بروغريس اي بروند لا كونفيونس مع الوقت اون فايت سورمون ميور مي خصنا نخليو هاد لا ريغور اليوم ما كانش رومان شفنا ملي شادي رياض حتى هو دخل بالحق ما دخل بالثقه ديالو حتى هو علاش لعب الماتش ديال موريتانيا وانا الخدمه ديالي هي ديما واخا ما يفهموهاش الناس ديما نجبر ليكيليبر لو جون جوار تو بو با البرولي ما تقدرش تحكرو تدخلو ويدير غلط باسكو كنعرفكم كا ماشي كصافحين هكا جمهور ديال المغرب دغيا كنحكموا على اللاعب بحال اليوم دخل اخو ماتش بشويه اي ماتش كنجرب باش الدراري يدخلوا باش يدخلوا في هاد الفرقه ويرتاحوا فهموا الميساج قلت ما نقولوش حنا ديما مع لا كاليتي اللي عندنا نستناو حتى الدوزيام ميتون باش نسيرو الماتش خصنا ندخلوا بالانتونسيتي فهموا اليوم نتمناو اي ماتش يدخلوا بهاد الانتونسيتي واخا لادفيرسيتي سرا ديفيرونت المهم هي ليتا ديسبري انا اللي عجبني اليوم هي ليتا ديسبري شفنا بغيت نقول فريمون واحد الولد بحال سفيان الرحيمي اليوم دخل كان يقدر يسجل البيت الثاني وباغي حتى يوسف الناصري سا فو مونتخ لا سوليداريتي وليتا ديسبري اللي عندنا حنا كندافعوا بحال العائله اللي قلت لهم حنا ونين فامي
مرة بيان سور في لا فامي بحال كنقول الجمهور يقدر يكون قلق على ولده اللي هي الفرقة يقدروا يتقلقوا عليا on accepte tout mais il faut continuer on est surtout solidaire et pour moi l'image d'hier ce c'est pas les 6 buts c'est Sofiane Barry le Youssef il marqué alors qu'il y a de la concurrence Ayoub qui et on va réussir inchallah mais elle on a du travail il faut pas s'enflammer mais c'est ce qui m'a plu aujourd'hui il y a des joueurs bien sûr qui ont les points de façon à un match il faut saisir sa chance maintenant ما كنمشيش على ماركي دي بوين ولا انا ملي كنجيب ان جروب ديما في ان راسومبلمون سافير كنثق في اي لاعب على هادشي اليوم كنت باغي ندخل براتيكمون تو لي جوار اللي كانوا كيستاهلوا عادلي سفيان كان يقدر يبدا بحال كيجاوب في التيران بحال اللي كنقول دونك سا از لا كونكورونس بيان سور كي مارك دي بوين باسكو بحال اللي كنقول ملي كتماركي البوان كتاسوري باش تجي ان شاء الله مره اخرى على هادشي انا متفقش مع مرام ملي كيهضروا على لا فورم دو مومون Par exemple, Shadi Riyad Lyoum, il a marqué des points. Il peut aller chez Crystal Palace, mais il a au début de saison. Oshana Maradi Shinjibo, alors que Darmzien, c'est pour ça que des fois le poste de sectionneur il est compliqué. Limouhim, il y a le groupe Radi. Il marque le point. Où est l'état d'esprit Lyoum? Parce que Jinam a un objectif précis. Yann Diro, 9 points à la fin du mois de juin. Nous sommes mertiahin, puis nous avons les qualifications de barre avec le mars, donc nous sommes mertiahin, parce qu'on est premier du groupe. Quand nous sommes le temps, puis nous sommes à encore les qualifications du mois de mars, ou à la Coupe d'Afrique Lige et FDAR, donc on va pouvoir encore essayer des choses, mais qu'on a des confirmations sur le futur. Mais petit à petit, bien sûr, il y a des titulaires qui vont s'installer, mais dans mon esprit, Analili, justement, je pense qu'on a des farcamiens, je pense qu'on a des jokers, ou des gens qui ont fait un match, qui ont fait un match, à l'adversaire. اليوم لعبنا اوفنسيف باسكو كنا عارفين عندنا السوبيريوريتي تكنيك ولاعبين في الدار بيتيت كان اكستيريور تقدر تلعب مع عزوزي ومرابط وافيك ان نيميرو 10 كنفتشو لي ميور اوبسيون بحال اللي قلت لك باش نكونوا اشاك فوا على هوتور وتكون عندنا دي بلان ا دي بلان بي مي لوبجيكتيف اوجوردي ولا بغيتي تقولي لي بوين بيان سور كو انا فرحان اي واحد شادي ريال اللي دخل اللي ماشي ساهل ايوب بحال ايوب كنت ثيق فيه واللي كيدخل في هاد الفرقه كنثيق فيه ملي كنحط له التونيور ما خصوش يرد حكيم دو فاسون J'ai une relation spéciale, comme avec tout. Hal ma Kamlin, Hakim qui est Hakim. Il y a des derniers maramara, Al Jumour Diana, mais bon, d'abord, il y a Araf, mon Coupe du Monde. C'est Ken Saoudouria, leader de Drari ou Barin Douria et Bidlom. Il y a un des le troisième buteur de l'histoire. Il y a un des Hadouk Latinsna. Il y a Galatasaray. Il y a Hakim. Hal Eil, il y a des Mekoun. Hakim. من الماتش اللي غلط وكاملين يقولوا صافي ما بقاش عنده بلاصتو بغينا نشوفو هي نقدروا نشوفو شي انا بحال حكيم كيبقى حكيم سان جوغ سبيسيال ديما غنعاودها كنت نقدر نهز اون ديسيزيون ما نلعبوش ونتبع الجمهور ونتبع الناس بحال غنعاودها حكيم الى كيحس بالحب ولا عطيتي له غيرد عليك ديما كنقولها لو جوغ يميريترا ايغليس غيغليس بحال طونكو عنده باش يعاوننا انا غنبقى بحال اللي كنقول Tirfi, parce que c'est un joueur qui a un douche à Jali, qui a un douche quand un joueur comme Ziyech, à la match Wahed, oublier tout ce qu'il a fait, je pense que c'est de l'ingratitude, mais Malish, Ali Goutlo, il y a un de ça, à tel tiers, Goutlo, c'est déjà ouf terrain. C'est très bien de la critique, c'est déjà ouf terrain. Au lieu, je pense que dans un repositionnement, Ali Ando, il nous a aidé, même si je pense que Kedar encore il a fait Jneb, mais Hakim, en fait, ما دارش بريباراسيون هاد العام مشى مع طال غالاتاساراي دبليسا سي اناني كومبليكي بور لوي دبليسا رجع دبليسا رجع اون لاكومباني توت لاني باش يدير لا كوب دافريك في لا كوب دافريك دبليسا رجع كيسالي العام بحال بزاف تخي فاتيكي و سي بور سا كو بوتيت الماتش الاول ما كانش في المستوى ديالو مي انا مأكد اني سي ان كرون جوار وبرينا حنا الجروب و هو ان شاء الله باش وخاصة صلاح الدين باصير بحال خويا علاش ما يمشيش يحيد له هاد لا دوزيام بلاص ديال لو ميور بوتور دو ليستوار دونك غادي يشوف قبل مي سافا ديبوندغ اوسي دو لوي في لا بريباراسيون ان شاء الله باش يكون ديما في المستوى مي سي كانكان سور كي جكونت و جاو في التيران شو كونتون ابخي سون اتونسيون لي كريتيك في الماتش اللي كان ازيتي جوستيفي اوسي باش ما تيانا ما مي طون زون طون خصنا نكونو باسيون باش نقتلو اللاعب moi les jeunes hier d'achat d'Al Sofiane parce que même quand tel match il a zouzi à honnête parce que ni quand on gueule pas ni quand la concurrence
اي واحد اللي كيدخل خصو يبقى في المستوى ديالو. وسفيان بحال مع حكيم سي دي جوغ اللي عندهم ليكسبيرونس كيلعب في مانشستر يونايتد دخل بالتجربه ديالو بالثقه ديالو. بيان سور كو بتي ا بتي كان اون ايكيب تيب كي سو ديسين مي لي مهم اللي كيامني انا هي ليتا ديسبري ديما كنعاودها اللي كيدخل يحترم. ابخي بدلنا السيستيم رجعنا في بتي 4-1-4-1 اللي كانوا شبعوا الناس اللي ما كان خصو يبدل. مي سي كو ميم ان سيستيم دو جو اللي كيجينا مزيان باسكو عندنا بلوس ديكيليب عندنا بلوس دابيتود. عزدين حكيم كيعرفوا شنو يديروا كيعرفوا لي تريونغ اللي عندنا. بالحق في هذا السيستيم يمكن انا بالنسبه لي هو السيستيم ديالنا اللي كنرتاحوا. وممكن لابور تكنيك ديال ابراهيم وديال بن سقير كيعاوننا في هذا السيستيم باش نكونوا بوتيت ميو كافون باسكو افون سيتي بلوس ان سيستيم بالنسبه للناس اللي كيكون ديفونسيف. حكني عندك كويريا في هذا السيستيم اون بلوس دو تريونغ وعاونتنا اليوم تكون عندنا واحد الولد بحال بن سقير وابراهيم في لي زيل. ملي عندك زياش ونحيس بيو سي سور كو تكنيكمون عندنا دو لا كاليتي. لا جي لو شوا دو ديجا بعدا عندي الزهر انا ندرب المنتخب وعندي الزهر تكون عندي هاد ليفيكتيف دابا اللي دابا عامين كنخدم معاهم. بنينا الفرقه باش توصل فهاد المستوى. جبنا دي نوفو جوار امبيسيو اللي اختاروا المغرب. لو روتور ديال ايوب وسفيان ما كانش ساهل ما ديتهمش كاس العالم. بالحق يمكن هذا الشيء قلقاتهم ودرتهم باش يخدموا باش يرجعوا. شفنا ايوب كان في الصاد رجع لوروب باش يبين ملي عنده بلاصتو هي الجيوب. وهذا الشيء اللي بغيت انا في هذا المنتخب. هذا المنتخب ديما كبير على اي واحد ويخدموا باش يجيو باش لا كونكورونس تكون. وملي كان لا كونكورونس من بعد لو نيفو الريب كيطلع. وانا من بعد عندي لي زوبسيون. كنت نقدر نبدا بسفيان كنت نقدر نبدا بيوسف كعبي جمعه. من بعد كنشوف لي بلاتفورم كنشوف لو بلان جو كنشوف شكون يقدر يدخل كيفاش كيدخل. ومن بعد الحمد لله ملي كيجاوبوا بحال اللي قلت كيجاوبوا كيعطيو لي بوان. وحنا غاديين باش تكون عندنا بلوس دوبسيون وعندنا بلوس دو سيكوريتي تاع حنا في لو بلان تاكتيك وفي لو بلان دوبسيون جو. نقدروا نلعبوا 4-4-2 في الاخر. دونك مازال عندنا الخدمه باش غنعاودها. اوني با انكور بري واخا ربحنا بسطه ولا سي با اليوم اللي غنجي نقول لكم صافي جبرنا الفرقه حنا صافي وصلنا. عندنا الخدمه بحق غنوصلوا ان شاء الله. وهذه اللي ماشي سهله دابا مور لا كوب دافريك. كانت لا غادابتاسيون ديال ليفيكتيف. عندنا ان جينيراسيون دوري اللي جايه بالحق باقي صغارين. الغلط اللي ما خصنيش ندير انا هي نلوحهم بزربه في لي تيغان افريكان اللي ماشي سهله. انا بزون ديكسبيريونس على هذا الشيء كنهزو الوقت معاهم. على هذا الشيء لي جوز اولمبيك غيكونوا حتى هما مهمين باش حتى ما يكبروا في المستوى ديالهم. وبشويه بشويه مازال عندنا الوقت. انا كنقول هاد الفرقه وسورتو هاد اللاعبين ان شاء الله غيكونوا موجودين دون 3-4 ans غيكونوا اون فري غروند ايكيب ان شاء الله. دابا عندنا اونكور دي جوار اللي يقدروا يحتيو. خصنا حنا في هاد لي 3-4 ans اون لي اكومباني باش يكونوا في مستوى ونربحوا مع الدراري اللي عندنا هنا. اي سي ان سا فيت ان ترافاي اللي ما غاديش يكون سامبل باسكو لا كونكورونس غتكون صعيبه دابا ولي شوار غيكونوا صعيب ليلي. بحال سي سكون فو كون اونترينور تكون عندنا une bonne génération les jaïa des anciens les ont la qualité l'expérience un aller signe par l'équilibre mais cette farqat mesha dima on pour le match et accompagné dans le futur de shadow et prévoit de les tirs seulement donc allez goûte mon match ma عنديش شادي ولا سايس ولا عطار ولا نايف اللي بغيت نوصلكم دابا اللي غيدخل ديما خصو يدخل في مستوى بحال اللي دار شادي اليوم بحال اللي دار سايس. اللي بغينا هي نربحوا حنا عندنا اين اسيس ديفونسيف اللي كتبني مزيانه. اون اي سوفون ديفيسيل باش نعطيو لي زوكازيون. اليوم فرحان شادي رياض ومن اكار حتى هو اللي ما كانش ساهل شحال ما لعبش وحتى ليكسبيرونس تاعو عاون ديك شادي واشرف وعطا الله داروا الخدمه. وتا ياسين اللي فرحان انا هي الفوز هذه اللي كيامني اليوم فوالا.